السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في كل مكان. اليوم النهاردة إن شاء الله نكمل ما بدأناه عن الـ Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs زي الأسبرين، أيبوبروفين، ديكلوفيناك، بايروكسيكام، كيتوبروفين and so forth. المرة اللي فاتت تكلمنا على الميكانيزم وعلى الفارماكولوجيكال أكشنز، المرة دي إن شاء الله هنتكلم على الـ Side Effects وHow to Avoid Side Effects والكونترا انديكيشنز. يلا نبدا. السايد افكتس اللي هتكلم عليها النهارده هتكلم على ثلاثه سايد افكت، 3 سايد افكتس، كلهم من خلال الميكانيزم اوف اكشن. لو تفتكروا الميكانيزم اوف اكشن كان انهيبيشن اوف بروستاجلاندين سينثيسيس، كانوا بيعملوا انهيبيشن لتكوين البروستاجلاندين. اوكي، فالبروستاجلاندين دي اساسا كانت بتعمل ايه جيد، وبالتالي لما عملها انهيبيشن هيظهر سايد افكتس، عشان كده بسموها ميكانيزم بيزد سايد افكتس. اوكي، اول حاجه اللي هو البيبتيك ألسر، اوكي، او الجاستريك سايد افكتس، بتبدا من جاستريك اريتيشن، شويه تهيج لغشاء المعده، الى بيبتيك ألسر، وممكن تصل الى بليدنج كمان. اوكي، اساس القصه ايه؟ اساسها برضو انهيبيشن اوف بروستاجلاندين سينثيسيس. طب البروستاجلاندين كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل، انا عايزك تفتكر بس الاربع حاجات دول. inhibition of acid secretion، بتعمل inhibition ال HCL secretion. اوكي، ده الاجريسيف فاكتور. بتزود البروتكتيف فاكتورز اللي بتحمي الاستومك، زي رقم واحد بتزود الجاستريك بلاد فلو، جاستريك ميكوزا، البلاد فلو في الجاستريك ميكوزا، فالجاستريك ميكوزا سيلز هتبقى مبسوطه، رايح لها البلاد سبلاي، وبالتالي النيوتريشن رايحه. اوكي، الحاجتين التانيين الجمال قوي قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتزود الميوكس سكريشن. اوكي، فبالتالي طبقه الميوكوبوليسكرايد او الميوكس اللي حوالين الجاستريك ميكوزا او الجاستريك سيلز هتبقى كلها متغطيه بالميوكس. مش كده وبس، كمان ده هتحط حواليها لاير من الصوديوم بايكربونات. البايكربونات هيبقى البي اتش حوالين الجاستريك لاير، تمام، المواجهه للاسيد على طول. اوكي، الابيثيليال سيلز اللي مواجهه للاسيد على طول، اللاير دي هتبقى البي اتش بتاعها 7، تخيل 7 تو 8، والبي اتش جوه الاستومك حوالي 1 تو 2. الناس البي اتش، البي اتش طبعا 1 تو 2 فيري هايلي اسيديك كوروسيف، حتى ممكن يحرقك لا قدر الله لو على جلدك. والبي اتش 7 او 8 ده نيوترال، او 8 يبقى ليتل بيت الكلاين، فالمعده عايشه في وسط جميل الكلاين حواليها، مش مشكله خالص. وكمان الاسيد ما يقدرش يلمسها عشان الميوكس اللي حواليها. حاجه ثانيه كمان، الانهبيشن اوف اتش سي ال سكريشن، لو نفتكر البيبسين الانزيم اللي بيعمل دايجيشن للبروتينز، الانزيم ده بيطلع في صوره اسمها زايموجين ان اكتف، محتاج الاتش سي ال سكريشن. فالبروستاجلاندين لما تقلل اتش سي ال، لما تقلل اتش سي ال، ايوه، بتقول تقلل تحويل الزايموجين الى، او اسف، البيبسينوجين اللي هو زايموجين، بيبسينوجين الى بيبسين، وبالتالي كل ده بيقلل الاجرافيتنج او الاجريسيف فاكتور في الاستومك، وبالتالي المريض اللي بياخد الادويه دي عمال على بطال، كل شويه ياخد النون ستيرويد الانتي فراتو دراجز، معرض ان يجيله بيبتيك ألسر بشقيها الجاستريك او حتى الديودينال ألسر. السايد افكت الثاني الخطير جدا 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 هو الرينال فيلير. ممكن تصل لرينال فيلير، بس يعني يا جماعه خلينا برضو نكون عقلانيين شويه، ما تفكرش ان مجرد ما مريض اخذ شويه اسبرين او اخذ شويه فيلدين او فولترين او كتف لام او كده يجيله رينال فيلير. مع الاستخدام الطويل، وخصوصا لو كان المريض اصلا عنده كرونيك رينال فيلير، اوكي، ولو ما عندوش اساسا، بس بيستخدم الحاجات دي لفترات طويله، معرض ان يحصل له رينال فيلير. الميكانيزم ازاي؟ تاني، الادويه دي بتشتغل بانها بتعمل انهبيشن بروستاجلاندين سينثيسيس. البروستاجلاندين كانت بتعمل ايه للكيدني؟ علشان لما امنعها يبقى يحصل مشاكل في الكيدني. الحاجات اللي بتعملها تاني برضو زي ما عملت مع الاستومك، هي بتزود الجاستريك بلاد فلو، هنا هتزود الرينال بلاد فلو، وبالتالي البلاد سيركيوليشن تروح اكتر للجلوميرولاس وللنيفرونز بصفه عامه، فبالتالي الكيدني تكون مبسوطه ووصل لها النيوتريشن والاكسجين وكل حاجه. الحاجه الثانيه انها بتعمل انهبيشن للري ابسوربشن للصوديوم والكلورايد، تمام، فبالتالي
لما انا اعمل انهبيشن للبروستاجلاندين اوكي يبقى انا هزود الري ابسوربشن للصوديوم وللكلورايد، وبالتالي الادويه دي لما هتقلل الصوديوم والكلورايد اكسكريشن هيزيد البلاد فوليوم. لما يزيد البلاد فوليوم في عندي حاجتين اساسيين افكر فيهم اوكي، افكر في البلاد بريشر. خلاص بلاد بريشر ايكوالز كاردياك اوتبوت تايمز بريفرال ريزيستنس زي ما درسناها في الفيسيولوجي تمام. فبالتالي لما اقلل الاكسكريشن صوديوم كلورايد زاد البلاد فوليوم زاد الكاردياك اوتبوت زاد البلاد بريشر. الادويه دي ممكن تزود بيقولها برو هايبرتنسيف افكت، ولكن قليل بصراحه مش كتير، ولكن لو المريض اوريدي عنده هايبرتنشن ممكن الادويه تقلل الافكت بتاعت بعض الادويه الانتي هايبرتنسيف دراجز اللي كانت تعرض لها في وقتها اوكي، وبالتالي لازم ياخد باله من الجزئيه دي. الحاجه الثانيه الادويه دي علشان كده عشان زياده البلاد فوليوم بان هم بيزودوا الريابسوربشن صوديوم كلورايد او بيقللوا الاكسكريشن بتاعهم، فبالتالي يزيد بلاد فوليوم يزودوا البري لود على الهارت، وبالتالي بكونتر انديكيتد الناس اللي عندهم سيفير هارت فيل اوكي. ده الافكت الاولاني. الافكت الثاني اللي قلنا عليه اللي هو بيقللوا البلاد فلو، لان البروستاجلاندين كده بتزود البلاد فلو للكيدني، وبالتالي لما يقل البلاد فلو يزيد الرينال دامج ويحصل رينال فيلر. وايد افكت الثالث سريعا انها ممكن تو برولونج البليدنج اوكي، برولونج البليدنج، والتاثير ده بالذات انا معلش عايز اركز عليه اكتر في الاسبرين. الاسبرين من الحاجات اللي بتعمل انهيبيشن برضو للكوكس زيه زي الكاتاف الفولترين زي الديكلوفيناك زي البايروكسيكام ايبوبروفين كلهم زيهم، ولكن بيعمل انهيبيشن للكوكس ايريفرسبل، بيشبك في الكوكس ما بيفكش منه، يفضل شابك فيه طول حياه البليتس اللي حوالي 8 ايام تقريبا، وبالتالي يقلل البليت طبعا هي اللي بتطلع الكوكس 1 اللي هو بيطلع الثرومبوكسين اللي كنا على المره اللي فاتت، والثرومبوكسين هي اللي بتعمل حاجتين بليتليت اجريجيشن وفازو كونستريكشن. وبالتالي الاسبرين لما انا استخدمه الاسبرين هيمنع كل الحاجات دي كلها، وبالتالي يمنع البليتليت اجريجيشن ويمنع الفازو كونستريكشن، وبالتالي يبقى في فرصه للبليدنج عاليه جدا اوكي. عارفين طبعا اللو دوز اسبرين اساسا بيستخدم في نطاق ده الناس اللي عندها احتماليه حدوث كورونري ارتري ديزيز او كلام من ده، بيستخدم تو بريفنت ثرومبو امبوليزم واثيروسكلروز وهكذا تمام. فنتخيل دي ماشيه مع دي صح كده، فبالتالي لو واحده عندها مثلا البيريود ما تاخدش الاسبرين اوكي، واحد خالع سنانه، واحد عامل عمليه، واحد عنده هيموفيليا، واحد عنده اي مشاكل في البليدنج اوكي ما ياخدش الاسبرين. طيب دلوقتي اهم حاجه في الحلقه دي كلها ازاي نتلاشى هذه السايد افكتس، هاو تو افويد ذيس سايد افكتس. طيب اول حاجه انت واخد الحاجات دي لايه اوكي؟ بين، فيفر، انفلاميشن، اهم ثلاث استخدامات ليهم مش كده. طيب انت هل استنفذت كل الطرق قبل ما تستخدم الحاجات دي؟ يعني على سبيل المثال هدي مثال مثلا صداع مثلا اوكي، هتستخدم الحاجات دي علشان الصداع، استخدم ايبوبروفين او كاتافلام او تبر للصداع اوكي. قبل ما تستخدم الدواء ده للصداع اسال نفسك ليه بتاخده اوكي، انا باخده عشان الصداع. طب اوكي الحاجه الثانيه الصداع ده اساسه ايه؟ ما قد يكون اساس المشكله اساسا في النظر، اساسها امساك، اساسها مشاكل في الجي اي تي اوكي، في الستومك، في الجول بلادر، ممكن النوم، واحد بينام بس على مخده مش مظبوطه، فمفترض يستخدم مخده تكون مخده طبيه وبالتالي ما تاثرش على الفقرات، التاثير على الفقرات نفسه ممكن يعمل صداع، وهكذا. ممكن حاجات كتير جدا، لو الم اسنان على سبيل المثال، الم اسنان ما قد يكون اساسا محتاج تعمل روت كانال، محتاج تعمل علاج العصب، تشيل العصب اوكي. يعني في حاجات كتيره جدا تقدر تتعامل معاها. على سبيل المثال فيفر، الفيفر دي اصلها ايه؟ ممكن تكون اصلها يعني بكتيريا انفكشن. طب عالج المشكله بالانتي بايوتيك، ممكن تاخد معاها فتره بسيطه حاجه مسكنه لفتره بسيطه جدا، يبقى ده بنقلل من الاستخدام. دي رقم واحد. الحاجه الثانيه طب عايز استخدم، خلاص انا دلوقتي عندي الم في الركبه،
عندي الم في الانكل، عندي الم في دراعي، في كتفي، وهكذا. اوكي، طب ما تستخدم حاجه توبيكال، استخدم كريم. اوكي، الكريمه تستخدم فولتارين كريمه، تستخدم فاستن جل، وات ايفر. اوكي، الحاجات دي هتبقى الابسوربشن بتاعها بقى اقل طبعا لو كنت على سمول سيرفيس اريا. انتوا فاهمين طبعا الكلام ده، الناس اطباء معايا دلوقتي الصيادله وكده فاهمين، لما يكون سمول سيرفيس اقدر استخدم الحاجات دي يبقى الابسوربشن بتاعي قليل، وبالتالي مش هيحصل مشاكل. اوكي، رقم ثلاثه، ليه بستبعد الفيزيوثيرابي في حاجات الماسكل سكيلتال؟ اوكي، واخد بالك، والحاجات الخاصه بالجوينتس ليه ما استخدمش الفيزيوثيرابي؟ الفيزيوثيرابي فيه هو نفسه حاجات مسكنات للالم، استخدموا ليها الالترا ساوند وحاجات كتيره جدا، حتى الليزر، يعني حاجات كتيره بيستخدموها. اوكي، فده الفيزيوثيرابي. طيب، وقلنا التوبيكال. اوكي، الحاجه اللي بعد كده، طب انا هستخدم، يعني مفيش، ما لازم استخدم. طيب، بدل ما تستخدم حاجه ممكن تعمل لك زي ما قلنا بيبتيك ألسر، ممكن تعمل لك رينال فيلير، ممكن تبرونج البليدنج. اوكي، طيب ما تستخدم باراسيتامول، اسمه برضو اسيتومينوفين، انا عملت حلقه عليه قبل كده، احطها لكم هنا في السجست فيديو، وتحت هتلاقيها ان شاء الله في الديسكريبشن. اوكي، فالباراسيتامول لا يعمل لك بيبتيك ألسر انه شغال سنترال. اوكي، ولا هيعمل لك رينال فيلير مينلي طبعا في الدوز العاديه. اوكي، ولا هياثر على البليدنج، ممكن يتاخد قبل او بعد الاكل. اوكي، واحده بريجننت وات ايفر. اوكي، يعني بيديني ويندو جامد جدا جدا، زي ما نشوف برضو الكونترا انديكيشن او البريكوشنز، الناس اللي عندهم ازمه الباراسيتامول ما عندوش مشكله في الجزئيه دي، يبقى ده حل اخر. اوكي، طب انا مضطر اخد ديكلوفيناك او كاتافلام او ايبوبروفين او بايروكسيكام او كارامين، ده اللي وات ايفر ريزون الدكتور قال لازم ده يتاخد. اوكي، واحد عنده ارثرايتس، واحد عنده وات ايفر لاي سبب. اوكي، فبالتالي هاخد، يعني انا مضطر اخد الدواء ده. طيب، رقم واحد، حاول تاخده از نيدي، يعني خده فقط لفتره الاحتياج، دي حاجه، يعني اقصر الفتره على قد ما اقدر. حاجه ثانيه، لما اخده بعد الاكل. اوكي، ومع كميه ميه كتير. اوكي، الحاجه الثالثه، بيقولوا تاخد معاه لو حاجه زي الديكلوفيناك على سبيل المثال، في دواء عالمي اسمه ارثروتيك، ديكلوفيناك مع ميزوبروستول. ميزوبروستول ده بروستاجلاندين اي 1 انالوج، فكانك بتدي البروستاجلاندين، تدي بروستاجلاندين عشان تزود زي ما قلنا الميوكاس سكريشن والبايكربونات سكريشن والميوكوزال بلاد فلو، وتقلل اتش سي ال سكريشن زي ما شرحنا قبل كده. اوكي، فده حاجه، او يتاخد مع بي بي اي، مع بروتون بامب انهبيتور دراجز زي الاوميبرازول، لانزوبرازول اند بانتوبرازول اند ميني اذرز. اوكي، فده برضو احد الحلول اللي قائمه اللي ممكن تستخدم، ممكن تستخدمه مع حاجات انتاسيد بصفه عامه. اوكي، الحاجه اللي بعد كده، استخدم مع كوكس 2 انهبيتور، استخدم كوكس 2 انهبيتور. اوكي، لو واحد عنده اساسا مشاكل في المعده، استخدم سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور زي السيليبريكس، سيليكوكسيب. اوكي، طبعا دي ليها حلقه خاصه. اوكي، لان لا انت عارف يعني بنلعب كده في ويندو ما بين ان انا بروتكت اجينست البيبت الجاستريك ألسر وان انا ادخل في كارديوفاسكولار سايد افكتس، وبالتالي اخد، ولكن اخد بجرعات معقوله، وللناس اللي عندها معرضه اكثر يحصل لها جاستريك ألسر. اوكي، الحاجه الاخيره، انه من الحاجات اللي يوصى بيها للناس اللي بياخدوا الحاجات دي، طبعا احنا مسلمين ان شاء الله ما ناخدش حاجات مشروبات كحوليه، تمام، الخمره وهكذا، لو بيسمعنا ناس مسيحيين او ناس وات ايفر من اي ديانه، يبقى لو سمحت قلل او امنع استخدام الالكول، لانه بيزود، بيعمل اريتيشن للاستومك. يبقى كده احنا خلصنا الجزئيه الخاصه هاو تو افويد الجاستريك سايد افكتس اوف ذيز او سايد افكتس فارما لهذه الدراجز. اوكي، فيبقى لنا حلقه بعد كده ازاي استخدم الحاجات الطبيعيه، اوكي، علشان تو بروتكت اجينست بيبتيك ألسر. مش هتكلم دلوقتي، الفيديو هيطول جامد جدا، اعتقد كفايه كده. طيب، ايه الكونترا انديكيشنز اوف ذيز دراجز؟ ايه الكونترا انديكيشنز للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز؟ خلاص احنا الحمد لله فهمنا القصه كلها كامله الحمد لله من خلال السايد افكتس، الامور بقت واضحه، خلاص يبقى فاهم انه الحاجات دي كونترا انديكيتد، الناس اللي عندهم بيبتيك ألسر او حتى جاسترايتس، الناس اللي عندها رينال فيلير، الناس اللي عندها سيفير هارت فيلير زي ما شرحنا قبل كده،
فيما يخص البليدنج بقى، خد بقى الناس اللي عندها ثرومبوسايتوبينيا، الناس اللي عندها بليدنج ديسوردرز هيموفيليا او وات ايفر، الناس اللي عندها الست اثناء لو عندها هيفي مينس، اوكي لو هيفي من السيرول بليدنج، اوكي اي حاجه خاصه في ناس عندهم سيفير بليدنج او كده، يبقى او انترا سيريبرال هيموريدج، كل الحاجات دي زي ما شرحنا، وخصوصا الاسبرين في النورمال دوز، اوكي في اللو دوز بتبقى تاثير قليل ولكن ستيل لو افكت. الحاجه اللي بعد كده هايبر سنسيتيفيتي، اي دواء منهم لو بيو هايبر المريض عنده حساسيه ضد الدواء ده ما بياخدوش. فيما يخص الازمه دي يعتبر بريكوشن شويه، اوكي الناس اللي عندها ازمه، الناس اللي عندها برونكيال ازمة اساسا، شرحنا الكلام ده قبل كده ولكن نمر عليه سريعا، وراجعوه في الفيديو اللي خاص بالميكانيزم اوف اكشن، هتلاقي ان الكوكس، اوكي في عندي الاركيدونيك اسيد كوكس لوكس، اوكي انا هحط لك الصوره بتاعتها دلوقتي، الكوكس اوكي لما اعمله انيبيشن الاتجاه بتاع استخدام الاركيدونيك اسيد هيزيد عن طريق اللوكس، تزيد الليوكوترينز، الليوكوترينز برونكو كونستريكتور، وبتزود البرونكيال سيكريشن، فتزود الازمه او الابيسودز اوف ازمه عند الناس اللي عندها برونكيال ازمه، فالحاجات تاخد اندر بريكوشنز. اوكي برضو تاني الباراسيتامول بعيد عن القصه دي. اللي بعد كده الثيرد تريمستر اوف بريجننسي، اخر ثلاث شهور في الحمل، لان الحاجات دي ممكن تعمل بريماتور كلوجر اوف داكتس ارتريوزس. داكتس ارتريوزس دي يمكن شنط ما بين التو ارتريز طالعين من الهارت اللي هو البالمونري ارتري والاورتا، اوكي فهي شنط ما بين البادي، البيبي بيعتمد على الاكسجين فروم هيز مام، ولو لكن عملت انا بريماتور كلوجر ليها هيحصل بالمونري هايبرتنشن، ممكن تعمل فيتال ديث. اوكي اعتقد انا كده يعني غطيت اكبر قدر ممكن من الحاجات الخاصه بالثلاث حاجات اللي وعدتكم اتكلم عليها، سايد افكتس، هاو تو افويد سايد افكتس، اند هاو تو بروتكت اجينست سايد افكتس والكونترا انديكيشنز. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه، ويا رب يا رب ان شاء الله القاكم قريبا في اسعد حال، وان شاء الله الكورونا تبعد عن المسلمين جميعا وعن العالم كله، ربنا يشفي المرضى والقاكم قريبا ان شاء الله. ما تنسوش تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنساش تلايك وتشير عشان تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.